من محمد عمار. هل جت في ايد عمار؟ ولو جت في ايده هل هو داخل منطقة الجزاء ولا خارج منطقة الجزاء؟ رفعت الايد من عمار، رفع ايده محمد عمار، تصوبة عنتر جت. ايه حكم اللقاء يديها ضربة جزاء لصالح نادي المقاولين في الدقيقة 75 من عمر اللقاء. تصوبة النجم محمد عنتر وعلى طول تاكلينج، ولكن رفع ايده محمد عمار وانذار اللاعب البوركيني. فاروق نور الدين وركله وتصويبه حطها جميله، جول جوه جول. التعادل التعادل لذئاب الجبل، واحد المقاولين واحد الاسماعيلي. هدف التعادل من ركله جزاء بقدم فاروق نور الدين، ده في الدقيقة 76 من عمر اللقاء عشان يسجل التعادل ويسجل كمان الهدف الأول ليه في دوري نايل في الموسم الحالي. هدف العودة للمباراة من ركلة جزاء لنادي المقاولين. واحد المقاولين واحد نادي الإسماعيلي في ديربي ولاد